عقود رمضان حاصلة على الأصول الشريعة الإسلامية. أنا من قرية المحروسة محافظة قيلان. كلمينا بقى عن بداية الإنشاد، من إمتى حبيت الإنشاد ودخلت المجال ده؟ أنا مجال الإنشاد حباه من بدري، بس بدأت فيه من فترة قصيرة يعني. بقيت أشارك في مسابقات، طبعا اللي هي دخلت في مسابقة مبادرة اتحاد المواهب وأخدت فيها مركز أول للإنشاد الديني. طيب مجال دراستك كان قريب شوية من الإنشاد والإنشودات والحاجات الدنيا هو طبعا. مقارب يعني من مقارب للمجال. طيب وأخدت طبعا المركز الأول في ازاي بقى بدأت تطوري يعني من الموهبة؟ بقيت أسمع لمنشدين كتير طبعا على التيك توك، وفي نفس الوقت بدرب نفسي كتير يعني، اللي هو يعني بشكل ذاتي، ما فيش مش حد بيدربك ولا اللي هو مع نفسي مثلا بنمي الموهبة بتاعتي، اللي هي مثلا في أي مكان تلاقي أدرب مع نفسي والكلام ده. فبقيت لا، هو أدرب نفسي لأن حاليا يعني مفيش حد مثلا يدربك على إن أنت تعرف تنمي الموهبة بتاعتك أو الصوت والكلام ده. فبقيت اللي هو مع نفسي بقى أدندن أعمل كده. طيب تقصدي مفيش حد يعني يدربك، إنه في قيود شوية خصوصا هنا المجتمع الصعيد عن البنت إنها تنشد أو تغني كده. مثلا؟ إن هي تطلع أو تظهر أو الكلام ده. طيب الموضوع ده كان عائق ليكي؟ هو في البداية كان عائق، بس دلوقتي حاليا لا، قلت لا يعني اللي عنده حاجة طبعا ربنا وضع في البني آدم حاجة لا يسعى علشانها عشان ينميها وحاجة حلوة في المستقبل. تمام. الناس اللي قريبة منك وصحابك واللي في البلد يعني أكيد في تشجيع، يعني بيقولوا لك إيه لما بيسمعوك؟ الأغلبية أهلي، وفي نفس الوقت برضو صحابي أكتر يعني بيحبوا يسمعوا صوت دايما. فتلاقي لأ، اللي هو مثلا نزلت حاجة لأ ده يشير وده يشير، اللي هو يعني حاجة حلوة كده، حاجة يعني بتخلي الواحد يبقى عنده تفاؤل وإن هو يكمل بعدين. مين من المرشدين في مصر أو المداحين بتحب تسمعيهم كده وبتحب صوتهم؟ هم يعني سواء مصر أو خارج مصر. هم يعني عددهم كتير، بس أكتر اتنين أنا بتأثر بيهم الصراحة اللي هو ماهر زين والعفاسي، بحب أنشدهم جدا. أنا نفسي أتوب وأقابلك وكتابي في إيدي وعملي المكتوب، من غير ولا ذنب ولا معاصي ولا أي تكسرني تخليني قبلك خايف مرعوب. انا كل عيوب لكن انا ملكك، وفي قلبي انت المحبوب، وانت اللي بتغفر وتسامح دلت وعيوب. خليني الغالب على نفسي للناس مغلوب، خليني اتوب توبه بجد وسعت في لؤات برضاك عني، وارزقني بحب ملوش حد، ده انا قربي اليك بيطمني، وانا في الاحزان دايما بلاقيها محوطاني وفي كل مكان. عايشين في زمن شهوات وفتن بشارة تبان، ده الناس بتدوس حتى وتاكل حق الغلبان. صلي وسلم على أحمد محمد نبي الهدى، صلاة نفوز بها في غد، وأنا أسعد بها ونكيد العدا. صلاة نفوز بها في غد، وأنا أسعد بها ونكيد العهدى. بعد الحصى والرمال وموج البحور وقطر الندى، بعد الملائكة القائمين تذرى سعينا مع السجدا، وألف صلاة وألف سلام على أحمد محمد نبي الهدى. اللي بتتمني من خلال المجال، مجال الإنشاد أو مجال أنا الدين؟ أنا أوصل لحلمي وأبقى منشدة إن شاء الله في المستقبل، وإن شاء الله هعافر لغاية ما أوصل بإذن الله. إن شاء الله كل التوفيق لك يا رب. اللهم